ودي ذكرتني قالوا جعلي جابوا له جلابيه جديده بيضاعه عجب عجب اجالي نوع شنبات زي الساعه 3 الا ربع ذاك هاي والعيون زي الربع كانت حلو شطه حمر وقاعد الجلابيه عاجباه ويوسر فوق يمت فيها قدام عشان ما تتكرفس. قام ست الجبنه ادته الجبنه دار يشرب جبنته يبقى مارق. جاء واحد كذا نوع على الرجال البطق وشتايب يقرعوه بين هنا طقك الجبنه دزت اندفقت في الجلابيه خلت لك الجلابيه زي التريتوار اسود بابيض اسود بابيض. طبعا زعل زعل ناس روش ناس ما بعرف شنو الواحد يا اخي مرقوا من بيته نظيف يا اخي ما جايت كذا براور الناس طبعا شايفين الشنبات ما داري يخشوا معاهم في مواضيع. واحد كذا قلبه قوي قال شنو بيتنفط كذا قال له هذول ما خلاص شنو جبنه كبه فوقك شنو هذول كيماوي ما جبنه. بعدين دار اقول لك حاجه الجبنه دي تتكبه في جلابيتك العاجباك دي معناها جايك قروش شال كفتير كلها كبالي قال له اغنى اغنى